السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة رضا الأمهات. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غنديرو فيديو جديد، غنديرو موديل ديال الجوزة مختلف، غنديرو جوزة مغلفة بشكل مختلف. نتمنى تعجبكم، تابعوا معايا الفيديو إن شاء الله. أول حاجة غنديرو عملية بناء الغرز. غنديرو عملية بناء الغرز، وحنا غنديرو 8 ديال الغرز باش تجي الخدمة ديالنا تكون باينة. قلنا غنديرو 8 ديال الغرز، غنديرو عملية بناء الغرز 8 ديال الغرز في هاد الخدمة ديالنا. حنا غاديين وكنحسبو في العيون حتى نوصلو للعدد اللي بغينا. نقدرو نديرو اكثر، نقدرو نديرو اقل، ولكن انا قلت ندير 8 ديال الغرز باش يبانو لنا العيون اللي غنخدمو عليهم، تبان ليكم الخدمة مزيان. غاديين وكنحسبو 1 2 3، شفتو هادي كتجي مزيانة وكتجي متقونة، ما كيجيش الدورة ديال العنق الفوق فين كنبداو كتجينا مرخية ولا الخدمة واسعة. نحسب 1 2 3 4 5، مازالينا 3. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، قلينا آخر وحدة هي اللي غنديرو دابا. من هنا غنشدو في الثوب بحال هكا، هنا دابا 7، هادي هي الثامنة. غادي نشد في الثوب ديالي، بحال هكا نرجع 8 كيف ما المعتاد. اللي ما بانش لي الطريقه مزيان ولا زربت فيها، راه كاين فيديو في القناه عمليه بناء الغرز. ديما ملي نديرو خصنا نجبدو التوب ديالنا بحال هكا باش ملي نكونو خدامين الخدمه ديالنا تكون مزيانه بحال هكا. دابا انا غادي نرجع في هاد الغرز ديالي، نمشي فيهم حنا هنا حتى للراس ونبدا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما مشيت في الغرز ديالي كاملين، غادي نرجع غنشد في الثوب وغنبدا الخدمه ديالي. غنضرب الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، الغرزة الرابعة ونقزها ونضرب في 5، 6، 7 و8. كما كتشوفوا هو عندنا واحد العوينة هنايا كبيرة. غادي نرجع للثوب لي في البداية، المبدأ ديال بحال شكل الجوزة العادية. غادي نرجعو في هاد العيون ديالنا، 1 2 3، غنضربو 2 في هاد العوينة، 4 5، 7،
هاتمين، انا كنحسب معاكم ديما باش نتوما ملي تكونوا خدامين تكونوا كتحسبوا. انا رجعت وغنزل نرجع في العوينة ديالي، نضرب الاولى والثانية، هنقص الثالثة وغنضرب في المنتصف ديال هاد العوينة الكبيرة. لحد هنا راه غير كأننا كنخدمو بالجوزة العادية، ولكن من بعد لا. نرجع في التوب دابا، هنا غادي تبدا الخدمة ديالي. جوج ثلاثة، هاد العوينة الكبيرة غادي نخدم فيها جوج عوينات، وغادي نشد معايا العوينة الأولانية اللي كنت خدمت، غادي ندير فيها جوج ديال العوينات حتى هنا، وغادي نزيد نكرزهم باش ما تكونش عندي عوينة كبيرة عوينة صغيرة، يكونوا قد قد. ونرجع لهاد العوينة اللي كاين هنا، نضرب فيها جوج الغرز عادي، وانا غادا نكمل الخدمة ديالي. مازال شوية عاد خاص بدا توضح لكم الصورة مزيان. نرجع في التوب وغنضرب عوينة وغنقز هاد العوينة اللي حداها، وغنضرب في المنتصف ديال العوينة اللي محلولة، غنجي غنقص هادي انا نيشان، وغنضرب في المنتصف ديال تانية، هادي كأن عندنا عوينة نقزناها، وغادي نجي نضربو هنايا في النصف ديال هادي، غنقزو هاد العوينة وغنحلو وحدة كبيرة، وغنشدو في الجنب. نبدل الخيط، درت خيط جديد. شنو غندير دابا؟ غنضرب في هاد العوينة الأولى، عندنا غير عوينة وحدة، الثانية هي هاد الكبيرة، غنضرب فيها جوج ديال الغرزات. شنو كندير من بعد؟ ملي كندير ديما هنا جوج غرزات، كنجي كنشد معايا هاد العوينة الفوقانية هادي، كندير فيها حتى هي جوج، هذيك هي اللي كتعطيني هذيك التغليفه اللي انا باغا، كندير فيها جوج. كنجي لهاد العوينه اللي كانت عندي هنا، كنعمر فيها جوج عاديين، جوج الغرز عاديين، وكنجي اللي فوق منها هذه، كنشد فوق معاها حتى هي جوج ديال الغرز، كنغلف بيهم العوينة ديالي الفوقانية. كتبقى لينا هاد الأخرى دي هنا، كندير فيها جوج غريزات، وكنضرب العوينة الأخيرة. كنرجع للتوب، غادي نحل هنا نيشان عوينة رابعة باش تجيني، بحال هكا، وغنقص ديما هاد
اللي كتكون مغلفة كنقزها وكنضرب في الوسطانية اللي حداها. كنقز عاوتاني هاد المغلفة كنضرب في الوسطانية اللي غلفتها غير بجوج، عمرتها عفوا غير بجوج الغرز عاديين، وكنجي نقز هادي ونضرب في الأخيرة، نمشي تفتو ونرجع. هي ساهلة خاصة كيكونوا عندي جوج مغلفين وجوج فيهم جوج عيون عاديين هاد الخيط ديالي. الخيط نقطعو هكا باش منشدش برصني. احنا غلفنا الاولى، عفوا عمرنا الغرزة الاولى، الغرزة الثانية غنجيو دابا كنشدو معانا اللي فوق منها كنديرو نغلفوها بالاولى والثانية. ديما كنجيو لهذوك العوينات اللي محلولين اول مرة كنديرو فيهم جوج ديال الغرزات، نجرهم مزيان باش يبانو لينا، ونجيو اللي فوق منها كنديرو فيها جوج ديال اللويز هنا، كنديرو جوج ديال الغرز وهادي كنغلف. كندير جوج غرز ديالي هنايا عادي، كنشد فتو. دابا انا وصلت للجوزة الاخر ديالها، شنو غندير ندير دابا؟ خصني نبدا نسدها. غادي نرجع في هاد العوينة الاولى، وكنمشي لهاد العوينة دي كتكون عندنا هنا ما مغلفاش، عندنا هادي ما مغلفاش، وعندنا هادي ما مغلفاش بحال هكا. دابا كنحلو، شنو كنديرو؟ كنحلو غير العيون الكبار، نحل هنا ثلاثة ديال العيون الكبار، بحال هكا. غادي نرجع في التوب، غنبدا دابا نسد الكوزة ديالي، نجي نعمر هاد الغريزة وحدة، وغنجي اللي فوق منها ندير فيها جوج، وغنبقى غادا بنفس المبدأ. كندير فيها جوج عوينات واللي حداها كنغلف بيها. كما كتشوفوا في الجوزات ديالنا كيفاش كتجي، خدمة وجبة في نفس الوقت. نشرت نضربو في العوينة الأولى ونضربو في المنتصف ديال هاد العوينة، وغنجيو نحلو هاد الوسطانيين.
ديما كيبقاو عندنا 8 ديال الغرز عندنا هنايا. نرجع في الثوب، غادي نرجع في الغرز ديالي، واحد وجوج. ضربت الغريزة الأولى الثانية، نرجع نغلف معايا، غاد فوقاني ما نساهمش، ونضرب هنايا مر جوج ديال الغرز ونغلف لحداه. نضرب هنا جوج ديال الغرز. شو دابا انا غادا ونرجع بحال هكا بشكل عادي. الا كنت غادي نحل جوزه موراها مباشره غنحلها نيشان، ما كنتش غادي نبدا ندير نجمع نرجع نجمع الغرز ديالي 8 اللي كانوا عندي من قبل. عندي هنايا هاد 3، عندي 4، يعني خصني نوصل لعدد ديال 8 ديال الغرز. خمسة، ستة، حتى هادي غير مغلفة، سبعة، وثمانية. بحال هكا يعني انا ندير اللي بغيت ندير. ندير من الاحسن اسباس ما بين جوزة وجوزة باش تبان ليا الجوزة ديالي اللي مغلفة كيفاش دايرة. بحال هكا الجوزة المغلفة ديالنا كتجي على هاد الشكل. نتمنى تعجبكم، لو عجبتكم ما تنسوش لايك وتبارطاجيو الفيديو، والسلام عليكم في الدرس الجديد ان شاء الله.